مساء الخير مشاهدينا الكرام. من جديد ينجح طلاب وطالبات كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز تجاه توعية المجتمع، هذه المرة جاء من خلال حملة إكسير واللي تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة في منازلنا. إيش هي الحملة وماذا يقصد بهذه الحملة؟ هنتعرف عليها من خلال أعضاء حملة إكسير. ولاء الزهراني مسؤولة المعرض، أهلا وسهلا فيك يا ولاء. وأيضا مسؤولة حملة إكسير فلوى الظاهر، أهلا وسهلا فيكم. أنتم طبعا طالبات كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز، وإحنا نحييكم على جهودكم المستمرة في توعية المجتمع. أبدأ معاك فلوى، أبغى أعرف إيش فكرة حملة إكسير؟ أول شيء بداية، إحنا طلاب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز كلية الطب سنتنا الثالثة. هدفنا بالحملة هذه إنه نخرج للمجتمع ونصحح بعض المفاهيم الخاطئة اللي موجودة، ونزيد الوعي الصحي في المجتمع، وكمان نحسن أنماط المعيشة. طب إيش حكاية المنزل وال... تمام. أول حاجة، طب إحنا لما نقول نصحح مفاهيم خاطئة أو إنه نحسن أنماط المعيشة، فهذا الهدف لازم يطبق بإننا نلمس قلوب الناس. فإيش الأخطاء اللي بنواجهها أو نسمعها إحنا كطلاب طب؟ يعني الطب ما هو مجرد علم على ورق إنه إحنا نسمعه وما بنطبقه، لا بالعكس. فالتطبيق هذا بيحصل في بيوتنا، فمن هنا جاتنا فكرة المنزل. ففي المنزل هذه حيكون في 6 غرف، كل غرفة تناقش قضية من القضايا الطبية أو أشياء المجتمع منتشر فيها، ونحاول نصححها. هو منزل يعني مجسم منزل. تمام. وكأنه يعني الزائر يدخل هذا المنزل ويمر على الغرف ويكتشف ويتعرف على المفاهيم الخاطئة. تمام. هي تبدأ إنه الواحد يدخل منزل، فهي تبدأ أول غرفة من الغرف هو عبارة عن منزل داخل السوق. هو فعلا زي كده. فبداية حتى وسط السوق. وسط السوق موجود هو الآن، فممكن اللي حابب يزوره يجي يتفضل يزوره. بداية تبدأ بالحديقة، فالشخص يدخل من باب بيته إلى الحديقة. بعد كده يكون في صالة، بعد الصالة في غرفة النوم، غرفة النوم بعدها يجي المكتبة، بعد المكتبة المطبخ، وآخر حاجة شيء يمكن دائما يحصل لنا اللي هي الإسعافات الأولية. بقى منظمين مع جمعية القلب السعودية إنه بحيث إنه ننقل الصورة الصحيحة للإسعاف الأولي، لأنه مرة في مفاهيم خاطئة فيه. كل الأخطاء اللي تصير في المنزل تحاولوا تصححوها، أخطاء صحية طبعا. أيوة. تحاولوا تصححوا مفهومها لزوار المعرض. أيوة. أنا أبغى أعرف من خلالك ولا إيش هي المفاهيم الخاطئة اللي تسلطوا الضوء عليها؟ بداية أحب أمسي عليك أنسة مريم وعلى كل اللي يشتغل مروة. في أنسة مروة وعلى كل اللي يشتغل في استوديو روتانا، وكمان على متابعين البرنامج، ونشكركم على استضافتكم لنا. أهلا وسهلا فيكم. وتقديم دعم التغطية الإعلامية، هذا توجه من الإعلام جدا إيجابي. ويعني تتزايد الحاجة إليه الآن بازدياد اتجاه الشباب للأعمال التطوعية. جميل. إجابة على سؤالك عن أهم المفاهيم الخاطئة اللي هي منتشرة وتناولناها في المعرض، أبدأ أضرب لك مثال. مثلا في غرفة المعيشة، ما في أي عائلة تجتمع إلا تلاقين من صغيرها إلين كبيرها مشغول في الهاتف، مشغول في الجوال، عن أنه مثلا يجلس مع أهله. فتكلمنا عن الإدمان الإلكتروني وبدأنا نصحح المفاهيم فيه. انتقل لك للغرفه اللي بعدها، اللي غرفه النوم، تكلمنا عن اضطرابات النوم، من ارق، من دين النوم. الارق معروف، بايش دين النوم؟ دين النوم، كلمه دين غالبا ما تطلق على الفلوس. صحيح. المال، انه انت عندك مال لازم تسدديه. دين النوم نفس الشيء، لو انت متوسط ساعات نومك 8 ساعات، وجاء يوم نمتي 5 ساعات، الحين انت عندك دين بمده 3 ساعات. فالمره الجايه اللي حتنامي فيها دماغك، ايوه دماغك مسجل هذا النوم، هذه الساعات اللي الفائته، وحيعوضها. والله النوم مره دقيق معانا في الحسابات. ايوه شفتي كيف. بس بعد مرور اسبوعين تلاقين الديون اللي كانت موجوده عندك ما تستمر للابد. فالدماغ بس يحتفظ لمده اسبوعين للدين الموجود عندك. غير دين النوم وغير الارق، بالنسبه لاضطرابات النوم. ايوه بالنسبه لاضطرابات النوم تكلمنا عن كيف نصحح الارق وكيف انه نتخلص من دين النوم. بمفهوم طبي اسمه السليب هايجين، او الترجمه الحرفيه له يمكن تكون تعقيم النوم. بس واقعيا هو سلوكيات وممارسات الواحد يقوم فيها قبل النوم عشان يمنع الارق ويمنع دين النوم. غير اضطرابات النوم ايش المشاكل كمان؟ مثلا الغرفه اللي بعدها تكلمنا عن المكتبه. فكره المكتبه تتمحور حول الخرافات الطبيه وكيف احنا نرجع للمصادر الصحيحه. تناولنا رسائل الواتساب، تناولنا رسائل التويتر، جمعناها وصححناها، وبتفاعل من الحضور طلبنا منهم يختاروا الرساله اللي بيعرفوا هي صحيحه او خاطئه.
فلو عندكم اخطاء او مفاهيم خاطئه تحبي تسلط الضوء عليها ايضا؟ ايوه، في مفهوم تحديدا في غرفه الاسعافات الاوليه هو يمكن اكثر مفهوم انه يلاقي الناس منتشر، كل احد يقول شيء عنه. فمثلا نبدا بالحروق. يعني لو اجي اسالك الحروق انت في بيتكم ايش يسووا؟ في ناس يقول لك معجون اسنان، في ناس يقولوا دقيق، في ناس يقولوا ملح. فاحنا واجبنا كطلاب طب انه احنا نوصل الصوره الصحيحه للاسعافات الاوليه. فمنها نصحح، منها عندك الحروق، عندنا كمان النزيف والكسور، هذه الاشياء اللي مثلناها في غرفه الاسعافات الاوليه. وتطبيق كمان، يعني يجوا الزوار ويطبقوا. طب برايكم كيف تكونت هذه المفاهيم الخاطئه عند الناس، كل هذه المعلومات الخاطئه؟ والله مشكلة الشائعات ومشكلة المفاهيم الخاطئة مشكلة جدا عويصة، ويمكن يعني في 5 دقائق أو في 10 دقائق ما حنقدر نحل مشكلة زي كذا. بس من رأيي الشخصي يمكن أكثر شيئين ساهموا لانتشار الإشاعات، ما في مصادر واضحة صحيحة، أو كمان في مصادر بس ما يوجد لها تسويق، وما يوجد يعني التسويق اللي يتطلب الإقبال. فهو هرجة انه ما في مصادر صحيحه نرجع لها، وهرجة انه يمكن هذه المصادر ما تجذب عامه الشعب، مثلا ما تجذب الامهات، ويعني لازم تحترم جميع الفئات العمريه اللي حابين يبحثوا عن المصدر الصحيح، غير انه عن رسائل الواتساب والتويتر وهذه الاشياء. يمكن لما توصلك رساله ومكتوب تحتها هذه دراسه من جامعه امريكيه، اغلب المجتمع تلاقينه مال الى تصديقها بس عشان هذا الجمله مكتوبه، وهذا شيء خطا، ويبداوا يعملوا فيها ويطبقوها بدون ما يرجعوا للمصدر الصحيح. فانتوا بتوعوا الناس انه مو كل الدراسات اللي مكتوب عليها كذا ما المفروض يعني نصدقها وناخذها على طول. نوعي الناس يبداوا يرجعوا للمصادر الصحيحه. طيب جميل. طيب ابغى اعرف كيف حجم التفاعل فلوى في الحمله انتم بداتوا بها من امس؟ بدينا بها امس، واليوم برضه في مستمرين للساعه 10، وبرضه بكره من الساعه 4 للساعه 10 مستمرين في الحمله في ريد سي مول فوق النافوره. اي احد حابب يزورنا يتفضل يزورنا. طيب بالنسبه لسؤالك انه كيف تفاعل الناس، بالعكس يعني يمكن احنا طرحنا مواضيع الناس لما تقولي لهم غلط اللي انتم قاعدين تسووه وفي شيء ثاني صح، يكون مثلا يعني عارفه يكون التناقش معاهم مره كبير، يقول لك لا هو صح لا مو صح، فيعني حيكون في تفاعل مره كبير. طب ايش الاسئله المكرره عند الجمهور؟ الاسئله المكرره غالبا في الحروق، هذه مره كانت مكرره. بالنسبه للغذاء الصحي برضو في اسئله كانت مكرره. زي ايش؟ زي مثلا الكربوهيدرات، يعني مثلا ايش نسبه الكربوهيدرات اللي الواحد المفروض ياكلها. ففيها عارفه اللي كلهم يسمعوا حاجه ويصدقوا حاجه وجدتهم تقول لهم لا كلوا، فيعني احنا حابين ان نصححها. دحين انتم في كل غرفه من الغرف اللي موجوده في احد اعضاء الحمله اللي بيشرح للناس كل المعلومات هذه، وكيف تهيأتوا انتم؟ كيف يعني اتجهزتوا وتحضرتوا حتى تواجهوا الجمهور وحتى تكون عندكم المعلومه الصحيحه؟ تمام. اول شيء بدايه يعني هم يكون في 4 ليدرز عامين، بعد كده يكون في 9 لجان، كل لجنه فيها ليدر، الليدر هذا يكون مسؤول عن كل شيء بيحصل في الحملة. يعني مثلا في لجنة تمويل، لجنة تسويق، لجنة تنظيم، فكل ليدر هو مسؤول عن الشيء هذا في الحملة. فكذا يتقسم الشغل ويقل الشغل، وتقريبا وتحت طبعا الليدرز في أعضاء، فبعد كده يعني الأمور تكون سهلة بالنسبة لنا وما تأخذ مننا وقت، يعني تكون مقسمة ومنظمة وسهل لنا نتعامل مباشرة مع الناس. المعلومات نفسها اللي المنظمين بيقدموها للزوار، مين بيشرف على المعلومات ودقة المعلومات، خصوصا انكم انتم بتتكلموا عن معلومات دقيقة جدا بتمس حياة الناس اليومية. احنا في المعرض عندنا 44 شخص، نصفهم بنات نصفهم اولاد، على حسب كل غرفة على حسب كل موضوع كنا نرجع للدكتور الموجود في كليتنا اللي يشرف عليها، إضافة إلى الكتب الطبية والمراجع الصحيحة، نأخذ هذه اللي هي المعلومات ونحاول نبسطها على قد ما نقدر بحيث أنها توصل لعامة الناس. يعني كان في يعني أنا أبغى أعرف الخطوة ما قبل إقامة المنزل في السوق، كيف حضرتوا المعلومات، كيف حضرتوا الفكرة، كيف حضرتوا أنه حنتطرق لهذه العناصر هذه الأفكار، كيف جت بعدها؟ بحوث. يعني يمكن في المصادر، ايوه المصادر العربيه مره قليله البحوث فيها اللي تقول عنها هي المصدر الموثوق، انه هي اللي اخذ منها المعلومه. فمن هنا بداوا حتى الطلاب والطالبات عندنا في الحمله يترجموا البحوث هذه ويبسطوها، بحيث اي شخص سواء كبير او صغير يجي للحمله يستوعب اللي قاعد يقوله ويخرج بالفائده اللي احنا نبغاها. طب والاجتماعات ولا
أكيد كانت في اجتماعات مرة كثيرة سواء من عصب ذهني أو أننا نتأكد من صحة المعلومة. هو اللي أنجح حملتنا يمكن التيم وورك اللي هو العمل الجماعي والعمل التعاوني. جميل. طب إيش اللي دفعكم وأنتم طلاب في الجامعة أنكم أنتم تقدموا هذه التوعية للمجتمع؟ طيب خصوصا انه انا سمعت انه ما عليها يعني اي درجات. ما عليها درجات. هو شيء تطوعي صحيح. هو شيء تطوعي بحت من الطلاب والطالبات. اول حاجه كطلاب طب يعني كل يوم بنسمع في المحاضرات وبنقرا عن معلومات والمعلومات هذه تحسي ليش المجتمع مو عارف بيها؟ يعني المعلومات اللي احنا بناخذها هي مو مجرد يعني علم ونختبر ويلا نمشي وخلاص نصير دكاتره، احنا واجبنا حتى لما نجي القسم الطبي برضو انه احنا نوصل المعلومات هذه للناس للمجتمع، فهو واجبنا اصلا انه احنا نوصل كافه المعلومات وكافه الاشياء اللي ناخذها للمجتمع، فكان السوق هو انسب مكان تواجه فيه كل فئات المجتمع. طبعا. وكيف قلتي لي الحضور كان في اول يوم؟ الحملة. أول يوم ما شاء الله الحضور كان مرة كويس يعني متوقعين اليوم أكثر. إيش فعل الناس؟ أبغى أعرف منكم، أسمع منك ولا وأرجع أسمع منك كمان آراء، أبغى أعرف ردة فعل الناس. ردة فعل الناس لما أنت تجيبي مفهوم خاطئ جدا منتشر وتبدي تقولي لهم ترى هذا الشيء خطأ، حيبدوا يتفاعلوا معك يسألوك، يستغربوا بداية وبعدين يبدأوا يتفاعلوا معك يسألوك طيب كيف؟ طيب ليش؟ طب كيف نقدر نصححه؟ هل فعلا معتمد؟ فكان في تفاعل من سواء من اولياء الامور سواء من الابناء وجميع الحضور اللي جاي، والمعرض كان في تفاعل جدا ايجابي، غير انه احنا اساسا ركزنا على يعني على جانب العملي كمان في المطبخ مثلا، كنا يعني نخليهم يحسبوا كل بورشن معين في الاكل حقهم، وكنا نوريهم نماذج في المكتبه، كنا نخليهم بنفسهم يختاروا. موضوع مهم بالنسبه لي اكيد لانه الصحه، يعني ابغى اعرف ايش المفاهيم الخاطئه اللي كانت عند السيدات في المطبخ. انا اقول لك مثلا الدهون. لما احد يجي يسمع كلمه دهون يجي في باله انها تساوي مضره. ما اعرف ان الدهون انواع، وانه لو انت تحت حميه غذائيه ما ينفع بتاتا تمتنع عن تناول الدهون. لازم يعني نبعد عن الدهون اللي هي المشبعة ونتوجه للدهون الغير مشبعة، فمثلا هذا احدى المفاهيم اللي كانت منتشرة. اتكلمت عن الاكل، ما تكلمت عن سلامة المطبخ والامور، تكلمنا عن حاجة ثانية اللي هي الدراج ابيوز او سوء استخدام الادوية. فمثلا الادوية في بعضها الناس عادي اي سخونة جاتهم، صداع جاهم، اي شيء يبلعوا دواء، لكن في بعضهم حتى بيوصفوا لاطفالهم مثلا مضادات حيوية، هذا الشيء مرة غلط وبيولد مناعة على مدار طويل. فمن واجبنا انه احنا نوعي عنها، زي مثلا ادويه يصير فيها تفاعلات مع ادويه ثانيه، ناس بيدخلوا المستشفى هم اخذوا دواء يتفاعل مع دواء ثاني، ففي هنا معلومات لازم توصل للمجتمع بالنسبه للادويه. طب قولي لي ايش المفاهيم الخاطئه اللي الناس يعني صارت تتناقش فيها معاكم؟ مثلا في الادويه خليني اقول لك بشكل عام. بشكل عام تتكلم عن الادويه. الادويه مثلا صراحه يعني اعرف ناس شخصيا ولدهم مرض على طول انتي بايوتيك، على طول انتي بايوتيك، وحتى مثلا الدكتور لما يعطي جرعه انتي بايوتيك لمده اسبوع فلنفرض، الناس بياخذوها 3 ايام خلاص طيبين، هم حاسين انه كل شيء تمام يوقفوا. وهذا الشيء مره بيتعبنا احنا، بيتعبنا على المدى البعيد، لانه تلاقي البكتيريا نفسها صارت تولد مناعه ضد المرض هذا، فصار ما في نتيجه. فهذا الشيء يعني لو المجتمع يستوعبه بس موضوع انه لا مو كل دواء يتاخذ ومو كل دواء ممكن اي احد ياخذه في اي وقت، فممكن يعني يساعدنا في الطب كمان مره كثير ويمنعنا من امراض انها تحصل وتتطور في المستقبل. طيب جميل. فلوى الظاهر ولاء الزهراني، حنكمل حديثنا حول المفاهيم الخاطئه في المنزل ودور حمله اكسير في احد الاسواق التجاريه في جده، بعد فاصل قصير نروح ونرجع ثاني. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. الله يحفظك يا
يسعد لي مساكم مشاهدينا، وبنتابع حديثنا ونقاشنا عن حملة إكسير اللي هدفها تصحيح المفاهيم الموجودة في المنزل واللي قام بها ونظمها طلاب وطالبات كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز. ومعنا اليوم أحد المنظمين فلوى الظاهر وأيضا ولاء الزهراني. أرجع معاك يا فلوى، أبغى أسأل، يعني أنتوا دحين كل هذه الجهود الكبيرة اللي بتقدموها وكل هذا العناء والتعب اللي استمر قديش معلش في التنظيم؟ خمسة شهور ونص من وقتكم ومن جهدكم، وانتم طلاب في كلية الطب، ايش الدافع وراء هذا العمل؟ قلت لك دافعنا انه نوصل الشيء وللرسالة اللي احنا بناخذها في المحاضرات او بناخذها في الجامعة، هدفنا انه نوصلها للمجتمع، لانه يعني زي ما تقولي حرام تشوفي شيء في المجتمع غلط وانك تسكتي عنه. فاحنا نبغى نوصل رسالتنا، نبغى نوصل صوتنا ونوصل الشباب من جد فيهم خير. اذا احنا قدرنا نعمل ده الشيء فان شاء الله في المستقبل كمان نعمل شيء اكبر من كده ونوصل لفئات اكثر من كده. انتوا 3 ايام وحتنتهي دوركم، وهل حتنتقلوا لمكان اخر؟ هل لكم تواجد في السوشيال ميديا؟ لنا تواجد في السوشيال ميديا، يعني احنا نسال الحضور ايش هي الاسئله اللي عندهم ونسجلها عن طريق مواقعنا في التويتر وفي الانستغرام، نجاوب على هذه الاسئله اللي هي اكثر الاسئله الشيوعا اللي انطرحت لنا. طب اكيد خلف هذه الجهود اكيد كمان كان في فريق اشراف من جامعه الملك عبد العزيز ومن كليه الطب، ومعنا اتصال هاتفي من الدكتوره لانا عدي الشوى، استاذ مشارك بكليه الطب قسم التعليم الطبي. اهلا وسهلا فيك دكتوره لانا. انا ما اعرف مين معايا بقى. معك مروه كيف حالك يا مروه؟ اهلا وسهلا فيك، شكرا لاستضافتي. شكرا، اهلا بيكي دكتوره لانا. ابغى اعرف ايش تعليقك على اللي بيقدموه طلاب كليه الطب وهذا الوعي تجاه المجتمع. والله شوفي يا مروه، انا ححكيك حكايه كده على السريع. تفضلي. هي انا فعلا اؤمن انه ما في شيء بيصير كده ارتباطا، وكل شيء لو الواحد بس فتح عيونه يستوعب انه في رسالات بتيجي لي. الفتره قبل حوالي 5 6 شهور، انا ماني متاكده بالضبط، فلو اكيد عارفه بالايام والتواريخ احنا متى بدانا. كنت في مرحله تفكير، وكنت دائما واعيه انه الان احنا كوطن كامه كعالم في تغيير فظيع بيحصل، وفي شباب ليهم دور وفي كلمة تمكين في كل مكان، لكن لا يزال كان عندي شوية تساؤلات في مخي. يا ترى هل إحنا طلابنا أو أولادنا بناتنا شبابنا جاهزين يقدروا؟ فكان عندي ما بقول شكوك، بس كان عندي كذا أفكار. لغاية ما يوم كذا دق الباب وفتح الباب ويجوني وجوه كذا صغيرة سنا عيونها بتلمع، ودخلوا طلبوا مني طلب كان مفاجأة بالنسبة لي. دكتورة ممكن لو سمحتي إحنا نبغى تكوني مشرفة علينا. طبعا أول شيء ما عندي أي مشكلة، أوف كورس طبعا ما عندي أي مانع، لكن كنت متخوفة هل كيف حيكون دوري، هم حيبغوني أسوي الشغل وهم يعني اتكالية. لكن من أول يوم حقيقة، وأنا صراحة يعني هي جملة مرة مطاطة، طلابنا رهيبين، طلاب الطب أحسن ناس، فعلا انا عشت هذه التجربه من واقع انه من اول يوم اخذوا زمام الامور كان عندهم وعي. كلمه من جد وجد تغيرت بالنسبه لي، من جد وعمل وفكر وابدع وتواصل وجد. الله. فهم الان هذه صراحه بدايه ثمرات اللي بيجنوها، هذه البدايه. واحفظي الاسماء اللي عندك واحفظي اشكالهم. الله. الناس اللي عندك غير طبيعيين، غير تقليديين، غير عاديين، يعني تقبل لهم. يا بختهم فيك صراحه يا دكتوره لانا. انا اللي يا بختي، انا صراحه انا اللي بتعلم. انا تعلمت اشياء على التيم وورك، تعلمت اشياء على النظام. انا مفكره نفسي انه عندي دكتوراه اللي انا اعرف، طلعت انا ما اعرف، هم علموني. التعامل بينهم بعض، الاحترام، مواجهه المشاكل. ما كانت رحله ستريت، كان فيها طالع ونازل وفيها تأخير وفيها يعني فيها أشياء كثير. تعلمنا مع بعض كيف يجهل. هم صراحة كانوا صراحة كتيم رائع. فأنا جدا جدا فخورة، واللي هو أبد الإنسان اللي دلهم على بابي أنا ما أعرف الآن ما جاوبوني مين اللي دلكم علي. هذا الإنسان أنا أبغى من أبغى أعرف اسمه وأبغى أروح واسمها وأبغى أروح أشكره على الفرصة الذهبية اللي صارت لي. حقيقة
فخورة جدا 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 حط جدا لغاية آخر المقابلة. طيب دكتورة لانا أبغى أعرف، فأنا حسأل الطالبات بعد وإحنا على الهواء وحتسمع الإجابة بس بعد ما نخلص مكالمة معاكي. أبغى أعرف دكتورة إيش نوع الدعم اللي بتقدموه أنتوا كأطباء ومشرفين في هذا المجال للطلاب؟ تمام، شكرا على سؤالك، سؤال جيد لأنه ينفع لأي مشروع. لما الواحد يبدأ بمشروع مرات يأخذوا الحماس ولا ينظر على الخطوات اللي لازم تسير. فحقيقة كان في كذا دعم وكان في كذا جزئية للمشروع. الجزء الحماسي، الدعم الحماسي هذا كان أعتقد من أصغر أحد في الكلية لمدير الجامعة لجميع المسؤولين كان في هذا الحماس. كلنا نبغى نعمل شيء للجامعة وللبلد يرفع من راسنا ويعطينا الفخر، فهذا موجود. كان عندنا أشياء أخرى، دعم لوجستي، دعم في الأدوات، في الأشياء اللي هي اللوجستية. هذه الحمد لله من طرفين، أعتقد إنه من الطرفين أخذناها. ما كان في ورقة تفضل، يعني أعتقد أنا الحين يمكن أكون مبالغة بس ما أعتقد في ورقة فضلت في المسار أكثر من 48 ساعة. دائما كان في على طول التواصل، كيف نمشي الموضوع، يعني أسرع طريقة مدام كل شيء تابع للضوابط وللأشياء الأمور المفروضة على طول كانت تمشي. وإذا كان في شيء مختلف على طول كنا نفكر نحلها كيف. ما كان في عناد أو زي ما نقولي نخبط راسنا في الحيط، ما كان في، لا على طول كلمة انسيابية، فين نروح، واتس نكست. دكتورة هذه أول. نعم. اتفضلي. الجزء الثاني كان الدعم الإبداعي. أنا برأيي هذا كان جزء كبير، إنه كلنا سواسية. أنا أفتكر كان في جلسة مع بروف طلال بخ، كان في جلسة مع دكتور رضا جمجوم هو رئيس قسم التعليم الطبي. كانت جلسات ممتعة لأنه كنا دائما نفكر كيف ممكن نكون مبدعين. والإبداع ترى ما يجي من واحد، الإبداع أفكار تتوارد زي الكرة، ترمي ليها ترميها للثانية فتبدأ تأخذ شكل أكثر. فالإبداع everybody كمان كان متفاعل. طب دكتورة لانا، أنا كنت بسأل الطالبات قبل شوية إنه هل هذا الجهد كانت عليه درجات، حسبوا لكم عليها درجات في الجامعة؟ قالوا لي لا، هو عمل تطوعي بحت. نعم، حجاوبك بجملة واحدة. تفضلي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني فقط. توعديهم بدرجات يعني؟ أوريدي أخذوا الدرجات. احنا نبغى، انا صراحه كويس انك كلمتيني، كويس انك قلتي، انا ابغى احرر طلابنا من الدرجات. الدرجات حتيجي، الريكوجنيشن حيجي. ربنا ما في عمل بيصير. يوم قرات سوره الكهف في عندك، انا ما حقول لكم ايش عشان هم عارفين، انا ما اجاوب على طول، اخليهم هم يروحوا ويدوروا ويقراوا. في ايه في سوره الكهف، إن الله لا يضيع أجر من عمل عملا، أو يعني ما هقول لكم صراحة هي بهذا المعنى. go and check it out. هم الدرجات already حياخدوها، الrecognition حيتاخد، لكن في درجات أعلى بكثير، في توعية مجتمع. الست اللي حتحضر عندهم اليوم وتطلع بمعلومة تطبقها على أولادها وأولادها ياخدوهم لأولادها وتستمر سلسلة من الأعمال، هذه تحطي لي عليها درجة لو سمحتي. كيف تحطي عليها درجة؟ إن لا أضيع أجر من أحسن عملا. يعطيك ألف عافية دكتورة لانا عدي الشوة، أستاذ مشارك بكلية الطب، سعيدين جدا باتصالك ومبروك عليكم الدرجات مقدما. الله يبارك فيك. تعقيبا على الكلام دكتورة لانا، يعني إحنا عندنا هدف ورسالة، الهدف والرسالة هذه إنه إحنا نصحح مفاهيم خاطئة تضر بأهلي، تضر بأهل فلوة، تضر بأهل أصدقائنا، وجدا يعني موجودة ومتفشية حاليا. يمكن تصحيح هذا المفهوم وإحداث ولو جزء بسيط من التغيير، هذه هي الدرجة اللي إحنا نطمح لها. كمان إضافة إلى الخبرة اللي إحنا تعلمنا لها، يعني إضافة إلى الإنجاز اللي هو الآن موجود في ريتسيمول، الميتينجز اللي عملناها، العصف الذهني، الاتموسفير كله كان اتموسفير جدا ايجابي، وكان جدا يعني خبره يعني حقيقي يعني تضاف الى النجاح حقتنا. انا ابغى اسالكم حول هذا الموضوع، حول الخبره، وقد ايش هذا العمل التطوعي غير من شخصياتكم، وقد ايش هذه التجربه فرقت واكتسبتوا من خلالها مهارات. تفضلي ابدا. ايوه صراحه اعتبرها تجربه مره حلوه، لانه اعتبر يعني وجودنا كطلاب انه بس ندرس هذا الشيء يعني ما هو شيء جديد. فاننا نخرج ونقدم حاجه جديده هذا بالنسبه لنا اضافه مره كويسه. ف
على سؤالك انت سالتيني قلتي لي ايش الشيء اللي انتم بتستفيدون من ذا الشيء؟ لا احنا مره بنستفيد ان احنا نكسب خبره حياه، نخرج نتعامل مع الشركات بحيث انه تصير راعيه، نخرج نتعامل مع اداره الجامعه، مع مدير الجامعه وبيتعاونوا معنا مره. فزي ما تقولي تختلطي بعالم ثاني، عالم غير عالم المذاكره وعالم الاختبارات، مره فرقت صراحه. طب ولا ايش فرقت معك هذه التجربه؟ زي ما ذكرت اختي فلوى، انت لما تكوني يعني عالم الطب يمكن يكون انه احتكاكك اكثر حاجه بالمعلومات وتلقي المعلومه وتطبيقها، لكن لما تكوني مسؤوله عن 44 شخص تحتك، كيف توصلي لهم المعلومه، كيف تنسقي بينهم، كيف تعملي لهم ميرينجز، كيف تقربي بين افكارهم وتخرجي بالنتيجه الافضل، اكيد هذا الشيء راح يقنن من شخصيتك وراح يغيرها وراح يساعدك على تطوير نفسك للافضل. فخبره جميله وباذن الله يعني حنستمر ما حنوقف. ابغى اسالكم عن الاستمرار، ايش النشاطات القادمه؟ ان شاء الله اذا يعني دحين نبدا بخطوه خطوه زي ما بيقولوا، يمكن هذه السنه خلاص على نهايتها فكثير عندنا هذا العام. السنه اللي فاتت كان عندنا فعاليه خلق اخر، السنه الجايه ان شاء الله ترقبوا قريبنا. لسه بتحضروا ان شاء الله؟ ايوه ان شاء الله. السؤال اللي سالته دكتوره لانا، مين اللي دلكم عليها صراحه؟ ما عرفت دكتوره لانا تسمع. طيب الصراحه دكتوره لانا مو احد دلنا عليكي، يعني انت دليتينا عليكي. في يوم واحد هي دخلت لنا في المحاضره، كان محاضره كده عفويه جدا عن التايم مانجمنت، فبس بتقول لنا كيف تديروا وقتكم. بس صراحه اسلوبها واسلوب الطرح اللي طرحته ما كان اسلوب محاضره، كان اسلوب مره قريب من القلب. فكانت من الدكاتره اللي يبغوا يعملوا شيء في المجتمع، يبغوا ينفعوا، فصراحه جاب صدفه وسبحان الله يعني كيف تيسرت. الحمد لله. الحمد لله، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. معلش تذكرينا ولا بالسوشيال ميديا، كيف التواجد، كيف الناس ممكن ترجع للمعلومات اللي قدمتوها، كيف حفظتوا هذه المعلومات بحيث انه في اي وقت اي شخص يرجع لها وتفيده وتغير من مفاهيمه الخاطئه؟ هو مجموعه من التغريدات بالاسئله اللي اكثر يعني جاتنا حاليا، وحنبدا نجاوب عليها بالاسئله الشائعه اللي سجلناها. هاشتاج هاشتاج اكسير. جميل، يعطيكم الف عافيه طالبات جامعه الملك عبد العزيز كليه الطب، ولا الزهراني وايضا فلوى الظاهر، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، فقرات سيدتي لا زالت مستمره، لكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، مرام الهلالي بعد إقامتها لعدة سنوات في إيطاليا تعود لتؤسس مشروعها بنكهات إيطالية.